اهلا بيكم. اولا النهارده عندي فكرتين عايز ندردش فيهم في السريع كده، يعني قبل ما نبدا القصص بتاعتنا والحواديت بتاعتنا والاخبار الهامه بتاعتنا. القصتين واحده منهم قصيره جدا عجبتني قوي. ايه هي؟ فاكرين اول ما حصل حديث على مبادره ال 3% علشان التمويل العقاري؟ حديث ده عمليا اظنه بدا من حوالي 6 شهور، ووقتها الدولة قالت هيتم طرح الوحدات اللي هتبقى داخلة جوه مبادرة 3%. 6 شهور أو أقل قليلا يا مؤمن. وفعلا اللي حصل إن الدولة بالفعل فعلت، وديكوا شفتوا يوم 15 أول امبارح حتى وإحنا بنتكلم مع الأستاذة مي عبد الحميد كانت بتتكلم على هذه المبادرة، إنه خلاص الناس تاخد بعضها وتروح تبدأ تعمل إجراءات حجز الوحدات، على سواء إذا كان أونلاين أو عن طريق بنك الإسكان والتعمير. يعني الحاجة اتقالت والوعد أطلق ثم وجدناه قيد التنفيذ في مدة أقل من 6 شهور. رائع. كان بيحصل امتى؟ ما كانش بيحصل خالص زمان، مش ده الموضوع، بس وجب التنويه. اللي بيتقال عشان لما يجي حد يقول لك ايه اين الوعود؟ الوعود اهي. لما مثلا على سبيل المثال لا الحصر، وهذا مثال وان كان مثال واحد لكنه شديد الاهميه، لما الرئيس وعد بالقضاء على العشوائيات، وعد وبالفعل بدأ الرئيس من اللحظة الأولى لتولي مهامه كرئيس جمهورية مصر العربية بدأ يشتغل على مسألة القضاء على العشوائيات الخطرة والشغل على العشوائيات غير المخطط لها، الخطرة هي الأماكن المهددة بخطورة داهمة، الحتة بقى اللي كانت عيشة هش وحاجات صعبة جدا. الحاجات دي خلصت، ما بقتش موجودة، بقت عمارات عليها القيمة، بقت عمارات بملاعب بنوادي بمدارس بمراكزها الخدمية المدنية إلخ إلخ إلخ. وعد ونفذ، ده دي حاجة. وزي ما قلت لك على سبيل المثال للحصر، وفي إطار إنه ما يحدث في مصر يجب أن ينعكس على المواطن البسيط جدا اللي ياما اتظلم 40 سنة، محدش حاسس باخواتنا اللي موجودين في العشوائيات دول. بعض الدراسات والكتابات والمقالات الصحفية كانت تتحدث ان بداية الظاهرة في 1972 بسبب موجات الهجرة الداخلية علشان لقمة العيش، الناس هتعمل ايه يعني؟ فيروحوا على المدن الكبرى ويبدأوا يستوطنوا او يسكنوا او يقعدوا في الاماكن اللي احنا سميناها بعد كده عشوائيات بالمصطلح. الحاصل دلوقتي انه ده استحالة يتكرر تاني. عارف ليه؟ لانه ما بقاش في داعي للهجرة الداخلية، كل واحد يقدر يفضل موجود جوه محافظته مدينته قريته نجعه كفره عزبته في اطار، وهي ما بتتطور فتتحول الى وضعية الحياة الكريمة اللي مشمول فيها فرصة العمل وفرصة التعليم. انا هسيب بلدنا ليه؟ ولا الهوى. زي بالظبط كده ما بقاش في حد ينفع يسيب البلد في هجرة غير شرعية لأن فرصة العمل الشرعية بقت موجودة جوه البلد. طب إيه الفكرة التانية يا عم يوسف؟ أقول لك الفكرة التانية يا عم يوسف. الفكرة التانية هي متعلقة بإيه بقى؟ متعلقة بإنه إحنا زمان، مثلا زمان جدا، كنا نلاقي تصريحات كبيرة من أعلى مستوى إلى مستويات الحكومة للمستويات الأقل قليلا، رؤساء الهيئات والمصالح، وبتيجي يقول لك إيه يا جماعة إحنا بنعمل مشروع كذا أو نتابع كذا أو نحن بصدد حل المشكلة الفلانية، ويبقى في يوم يومين أسبوع بكتير هوسة كتير على هذا التصريح، وبعدين يا مولاي كما خلقتني محدش يتكلم في الموضوع ده تاني والموضوع يتنسي ويدفن وكل سنة وانت طيب ونقرأ على الموضوع ده الفاتحة. لكن اللي حاصل على سبيل المثال لما تيجي تاخد بالك مثلا الاجتماعات بتاعة الدكتور مصطفى مدبولي النهاردة، وهو يتابع حديث دائما كان دائر منذ إطلاقه لم يهدأ هذا الحديث، اللي هو إيه بقى؟ المصالحات والشغل اللي في المحافظات والتنمية داخل المدن وما إلى ذلك. فلما الدولة اتكلمت على هذا الموضوع في 2021 لو تفتكر كويس، ما طلعش الكلام لمدة أسبوع ولا حتى 2 وبعدين سكت إطلاقا. دايما كان في
اجتماعات مستمرة، دايما في توجيهات مستمرة من الرئيس، دايما في متابعة، دايما في زيارات ميدانية، والرئيس يروح نازل ويشايف الحاجة ويروح ويسأل ويتأكد ويطمئن على الجداول الزمنية. دولة رئيس الوزراء يبدأ يشتغل مع الجهات التنفيذية، محافظين ووزراء. إذن ما بقاش في حاجة عبارة عن تصريح يطلق على علاته أو عواهنه وبعد كده كل سنة وإحنا طيبين خلاص. بقى الكلام ده كان بيتعمل زمان ليه؟ فرحة كده للناس، خلي الناس تتلهي في أي هنتريش يعني. دلوقتي الوضع مختلف، مفيش حاجة بتطلق علشان خاطر الناس تتلهي في شيء ما أو تتشغل في شيء ما يوم ولا يومين. ما بقاش فيه الكلام ده، بقى فيه إنه الكلام بيتقال ويصرح بيه لأنه هيتعمل وهنفضل طول الوقت نتابعه. لهذا تجد أنه بعض المتخلفين بتوع الإخوان ومن يسير وراءهم، وهو الأكثر تخلفا يعني بصراحة، اللي يمشي وراء كلام الإخوان مش بس متخلف، ده متخلف بامتياز يعني، حقيقي يعني والله العظيم، لأنه شخص لا يعمل عقله أو منطقه على الإطلاق، إنسان عبيط. طب دول ولاد لذين متآمرين وخونة ورعاعة، طب وانت يا أخي بتمشي تسمع كلامهم ليه؟ انا عارف ان انت ما انتش اخوان، بتسمع كلامهم ليه؟ شيء بالنسبه لي غريب جدا. الوصف ده حد مش طبيعي هنا مش موجود، مخه مهلبيه يعني. فيجي يقول لك ايه؟ بيقولوا الكلام كده وخلاص. ما بقاش في كلام. او يجي يقول لك ايه؟ هو كل شويه هتقولوا لنا الملف مثلا بتاع المصالحات، كل شويه هتقولوا لنا ملف العشوائيات. طالما طول الوقت بيحصل فيه تطور وفيه خطوات بتتخذ طول الوقت إيجابيا، لازم أفضل أطلعك عليها. أمال إحنا شغلتنا إيه؟ مش إن إحنا نطلع حضراتكم على اللي بيحصل؟ لينا شغلانة تانية؟ لا ملناش بصراحة، دي شغلانتنا، شغلانة الصحافة في الدنيا إن أنا أطلعك على كل ما يحدث، كل شيء يهمك، كل حاجة متعلقة بحياتك في مصر، كل حاجة متعلقة بعلاقات مصر، سواء إذا كان بأشقائها العرب، أشقائها الأفارقة، علاقات مصر بالشركاء الدوليين، زي ما احنا مثلا بنتكلم على زيارة الرئيس السيسي لبروكسل. النهاردة الرئيس مستمر ويواصل زيارته أو زياراته واجتماعاته زي ما حضراتكم عارفين. صح؟ جميل. تفضل كمل، مش هيحصل حاجة. تقدر حضرتك تكمل متابعة. ولا ايه؟ فزي ما احنا عارفين يواصل زيارته لبروكسل لحضور ايه؟ لحضور القمة الافريقية الاوروبية. مش انتوا اتكلمتوا فيها امبارح؟ هو مش فيه لسه مستجدات؟ فلازم اقول لك عليها تاني النهاردة. زي ايه؟ يعني على هامش القمة الرئيس عقد النهاردة مجموعة من اللقاءات. بدايتها كانت لقاء مع رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين، ده في مقر الاتحاد الاوروبي. طيب حصل ايه في هذا الاجتماع؟ حضراتكم طبعا شايفين دلوقتي الصوره التذكاريه. حصل بحث لعده ملفات، منها زي ما كنا بنتكلم مكافحه ظاهره الهجره غير الشرعيه، وده بالمناسبه من ابرز الملفات المطروحه امام الاتحاد الاوروبي ومن اكثر الملفات التي يعني لقت اعجاب حقيقي وتقدير فعلي من الاوروبيين. ايضا الفكر المتطرف والارهاب، وده برضو بيلقى اعجاب حقيقي في الطريقه اللي تم نهجها او ابتكارها او حزوها من قبل القياده المصريه، الدوله المصريه ككل. اكدت رئيسه المفوضيه الاوروبيه بالمناسبه على اهميه دور مصر في ايه بقى؟ تحقيق توازن، او بمعنى ادق معرفه بالالف واللام، تحقيق التوازن، مش مجرد توازن، التوازن تجاه كافة القضايا الإقليمية. لما رئيسة المفوضية الأوروبية تقول مصر هي اللي عليها تحقيق التوازن، ده معناها أن الأوروبيين شايفين مصر فين؟ مش شايفينها دولة ضعيفة، ولا شايفينها دولة عادية، ولا شايفينها دولة من ضمن مجموعة قادرة على كذا وكذا، لا هم شايفينها بس هي اللي قادرة على ده. إذن شايفين أن الدور المصري هو الدور القائد الرئيس في المنطقة. كمان عقد فخامة الرئيس السيسي مباحثات قمة مع رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر ديكرو، وشهد اللقاء استعراض لعدد من موضوعات العلاقات الثنائية ما بين البلدين، منها بقى تطوير وإدارة المواني واللوجستيات والطاقة النظيفة والمتجددة والتحول الأخضر.
عند دي هنقف لحظة بس. خد بالك واحنا بنتكلم في ده، احنا بنتكلم كمان على انه الناحية التانية جوه عندنا هنا في مصر، الناحية التانية دي يعني عند محور قناة السويس المنطقة الاقتصادية، مصر بتشتغل على مصنع ضخم جدا لانتاج الهيدروجين الاخضر. عندما نتحدث او عندما يتحدث الرئيس مع رئيس الوزراء البلجيكي في نفس ذات الموضوعات اللي بتحصل هنا دلوقتي في مصر على الصعيد التنموي والاقتصادي، ده معناه ان الاقتصاد المصري بعافية؟ ازاي؟ امال بصنع، بعمل مصانع لانتاج طاقه بتاعه الهيدروجين الاخضر علشان اعمل بيها ايه يعني؟ هنشتغل بيها تريكو؟ لا والله بتكلم بجد، يعني احنا مثلا بنعمل مصنع للفايبر اوبتكس علشان نشتغل بيه تريكو؟ او مصنع للهيدروجين الاخضر عشان اعمل بيه كروشيه؟ او بعمل مناطق ومجمعات صناعيه ضخمه علشان ايه؟ كنفا؟ تسالي يعني؟ بنتعلم شغل الإبرة عن طريق مصانع ومناطق اقتصادية عملاقة العالم بيبدي استعداده وحماسته انه يخش يستثمر فيها، فيجي واحد تافه يقول لك اصل الاقتصاد المصري بعافية؟ يا نهار ابيض، والله العظيم ما قادر اصدق. انا بص، طب هقول لك على حاجة، ما بقاش عندي مشكلة الاخوان يقولوا اللي هم عايزينه، انا بقى في عندي مشكلة حقيقية من باب الاشفاق على اللي قاعد لسه بيسمع الكلام ده ويردده، وانا متاكد انه مش اخوان ولا حاجه، بس زي ما بقول لكم ده اكيد في عنده مشكله ادراك، ده عنده مشكله ذهنيه حقيقيه، ده لازم بقى نفضل نتبناه في برنامج يعني برنامج لتنميه مهاراته الادراكيه. بتكلم بجد، ما هو مش معقول يا جماعه، المنطق مش كده، ربنا سبحانه وتعالى عرفوه بالعقل. طيب تعال نكمل. ومن ضمن المباحثات استضافة مصر لقمة، القمة العالمية للمناخ، في طبعا زي ما حضراتكم عارفين في نوفمبر 22 إن شاء الله ربنا يدينا جميعا العمر. هل دي بس كانت الاجتماعات؟ طبعا لا، فخامة الرئيس ربنا يديله الصحة لا يكف عن عقد الاجتماعات مع قيادات العالم والقيادات الاقتصادية ورؤساء الشركات وما إلى ذلك. هتلاقي على سبيل المثال، وطبعا ده اجتماع شديد الأهمية، أظن نفوتكم وحضرتكم يعني لقطين الحتة دي، لقاء الرئيس السيسي مع رئيس وزراء اليونان. أيوة، مش احنا عند مصر عملت حاجة اسمها منتدى شرق المتوسط؟ هل هينفع نقعد من غير ما نقعد مع أخواننا اليونانيين يعني؟ استحالة. ده معناه إيه؟ معناه إن في حاجات كتير احنا قاعدين عمالين بنكملها سوا، والطريق بتاعنا الحمد لله ممهد للمزيد من التقدم، للمزيد من التعاون. تطرق اللقاء بالمناسبة لبحث العلاقات الثنائية والتطور الملموس اللي بيشهده التعاون الثنائي مصر اليونان، اليونان مصر في مختلف المجالات. وأكد رئيس الوزراء اليوناني على إيه بقى؟ على الدور المصري البارز في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة في منطقة المتوسط. ده كلام رئيس الوزراء اليوناني، مش كلامي أنا، مش كلام حد، ده كلام الأخ الفاضل رئيس وزراء اليونان، هو اللي قال. بس كده؟ طبعا لا، يعني الرئيس أجرى حوار مع بيدرو سانشيز رئيس وزراء أسبانيا. إيه الجمال ده؟ والله العظيم. طبعا زي ما احنا عارفين ده كان على هامش نفس ذات القمة اللي هي القمة الأوروبية الإفريقية في بروكسل، وتستمر اللقاءات والاجتماعات والمباحثات والحوارات اللي بيعقدها الرئيس في النهاية لمصلحة حضرتك، لمصلحة حضرتي، لمصلحة 100 مليون أو اسمهم 150 مليون أو مش عارف آخر تعداد هيطلع كام. وخفوا شوية، ربنا يبارك لكم، يعني أسرة صغيرة تساوي حياة أفضل، سايق عليكم النبي، فكروا فيها بالعقل، وهنبقى نتناقش فيها في مره من المرات بالتاكيد. طيب خليني بس اقول لكم ان احنا في فقرتنا النهارده هنستمر في متابعتنا ومحاوله لتحليل المشاركه المصريه في القمه الافريقيه الاوروبيه مع ضيفنا العزيز جدا، صديقي العزيز السناتر الكاتب الصحفي الاستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريده الشروق الغراء، طبعا عضو مجلس الشيوخ. هنروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام.
اهلا بيكم معانا مره تانية. خلونا يمكن كنت امبارح بقول لكم واحنا في لقائنا مع الدكتور طارق فهمي على مساله الازمه الروسيه الاوكرانيه او الاوكرانيه الروسيه، سميها زي ما تحب تسميها، عايز تسميها انه اوكرانيا هي مجرد ارض للنزاع ولكن هي ازمه روسيه غربيه بتعبير اخر قد يكون ذلك، وحطينا حتى المقاربه انه اليست هذه الازمه شبيهه بازمه الصواريخ الكوبيه 62. خلونا نحاول نفهم اكتر على هذه الازمه وإلى أين أو إلى أين سوف تستمر وهتلقي بظلال سياسية عاملة إزاي على المنطقة. خلونا ناخد معنا على التليفون المحلل السياسي تيمور دويدار من روسيا. أهلا بيك. تحياتي يا أستاذ الكرام. مساء النور، إزاي الصحة، كله تمام؟ الحمد لله، تحت أمر حضرتك. الحمد لله. إحنا كنا بنتكلم على يمكن الأزمة التي يتحدث عنها العالم وهي الأزمة الروسية الأوكرانية، هل يصح تسميتها بالأزمة الروسية الأوكرانية أم إنها أزمة ما بين روسيا وما بين الناتو بالأساس؟ لا، هي بالأساس أزمة بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية التي تتزعم الحلف الأطلسي. ايضا بنفس السياق طلب من الكرملين الى منظمه التعاون والدفاع الاوروبي لاعاده النظر في بنود الاتفاقيات الاربعه الموقعه، وايضا الولايات المتحده موقعه في هذه الاتفاقيات بخصوص الامن القومي لكل الاطراف في القاره الاوروبيه. هل الأمر متعلق فقط بمسألة عدم دخول أوكرانيا للناتو وعدم وضع قواعد للناتو داخل أوكرانيا، أم أن روسيا تريد المزيد؟ لا، موضوع أوكرانيا، شوف، أوكرانيا ضحية في هذا الخلاف لأن بعد الانقلاب في 2014 في كييف العاصمة الأوكرانية وبتأييد من الولايات المتحدة الأمريكية للانقلابيين وضعوا أعادوا صياغة الدستور، وضعوا في الدستور أن أوكرانيا متجهة إلى حلف الأطلسي، وذلك خط أحمر بالنسبة لروسيا، والذين وضعوا ذلك يعلمون ذلك تماما ومسؤولون على التداعيات كلها مهما حصلت. إنما الطلب الوحيد من روسيا الاتحادية لأوكرانيا تنفيذ بنود الاتفاقية مينسك برعاية الرباعية روسيا أوكرانيا ألمانيا وفرنسا المصدق عليها من قبل مجلس الأمن في الأمم المتحدة. طيب، هنا يجي سؤال، لماذا اتخذت روسيا مثل هذه القرارات المتعلقة بحشد عسكري ثم الانسحاب منه، التهديد المستمر لأوكرانيا، في حين أن هناك دول أخرى على نفس ذات حدود روسيا الاتحادية وهي عضوة في الناتو؟ هل روسيا تفعل ذلك لأن لديها على سبيل المثال، وحضرتك الذي سوف تقوم يعني ب ب ب ب ب بتفهمنا ذلك أو إفهامنا ذلك، أنه هي تريد إلغاء قانون كاتسا؟ لا، قانون كاستا هذا موضوع آخر تماما، لا يخصنا في هذا الأمر تماما، إنما ما يخصنا سقف طلبات الكرملين مرفوعة إلى سحب كافة البنية التحتية والعتاد والجنود الأمريكيين بالتحديد من كل الدول في أوروبا الشرقية والجنوبية إلى ما قبل 1997، وهناك طلبات عديدة أخرى. أوكرانيا لن تكون ضمن حلف الأطلسي مهما حلمت بذلك، لأن هذا يتعارض تماما مع النظرة الروسية لأمنها القومي، وليس فقط أوكرانيا إنما حتى كافة الدول التي موجودة في شرق آسيا التي من دول الاتحاد السوفيتي السابق التي تجاور روسيا الاتحادية، بخصوص الدول التي أعضاء حاليا في الناتو، فالطلب الانسحاب إلى 1997، أي دول بلطيق، بولندا، بلغاريا، رومانيا، كل العالم. لماذا سيد تيمور استبعدت موضوع قانون كاتسا في حين أنه إذا تم إلغاؤه أو المفاوضة عليه فإنه هذا أمر يصب في الصالح المباشر الروسي على المستوى الاقتصادي؟ قانون جاكسون فينيك
أطال ربما 40 سنة، أنا لا أتذكر بالتحديد متى بدأ. فنحن هنا نتفهم تماما معنى بسط العقوبات وكم يتكلف من الوقت لرفعها. هذه هي، نتحدث عن العقوبات من قبل الولايات المتحدة، هناك عقوبات أيضا موضوعة من قبل الاتحاد الأوروبي الذي نتعاون معه. أحب أن أذكرك أن قبل 2014 قبل ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا الاتحادية كان حجم معاملتنا مع الأوروبيين حوالي 420 مليار دولار، وبعد فرض العقوبات المتبادلة من قبل أوروبا وروسيا في اتجاههم حجم المعاملات ربما 200 مليار دولار. نحن نتحدث عن المعاملات التجارية لأن هذا أهم مؤشر في العلاقات الاقتصادية ومنها السياسية طبعا. فأنا كمدير عام لشركة ألمانية حينئذ أقر يعني أن الأمور تدهورت كثيرا بعد تدخل الولايات المتحدة في إدارة دولة أوكرانيا، ونتج ما نتج عن ذلك. بعد الانقلاب شرق أوكرانيا، هذه المناطق التي يسمونها انفصاليين، هؤلاء صاروا بالسلاح في أيديهم. مناطق أخرى في أوكرانيا أيضا صارت ضد النظام الحديث حينئذ بقيادة باراشينكو رئيس السابق لأوكرانيا الذي هو قبل هذا زيلينسكي. وبالتالي يعني لا شك روسيا أيدت الذين ثاروا ضد انقلاب الحكم في الدولة ودعمتهم معنويا واقتصاديا بقدر المستطاع لصمودهم أمام النظام الجديد. فالموضوع كله صراحة ممكن ينتهي إن نفذت كييف اتفاقية مينسك وأعلنت حيادها، مثلا لا أحد يعترض على نمو أوكرانيا مثل سويسرا والنمسا أو فنلندا. لكن أذكرك سيدي الفاضل إن كان هناك وقت لديكم أن من 30 عام عندما انهار الاتحاد السوفيتي وتفكك، أوكرانيا كانت مصنفة رقم 3 اقتصاديا في أوروبا، وكان من الوقت المتوقع في 4-5 سنين أن تصل إلى رقم 1. للأسف الشديد هي دولة برلمانية والرئيس صلاحياته محدودة، ودولة محكومة ربما من قبل 4 أشخاص أوليغارخ الذين يملكون أوكرانيا ويملكون البرلمان ويحدون من قرارات الرئاسية. فالموضوع معقد في الداخل الأوكراني، والذين الزوبعة التي قامت بها الحرب المعلوماتية من قبل واشنطن والذي أيدتها كافة وسائل الإعلام الغربية وغير الغربية وصورت أن الموضوع يخص روسيا وأوكرانيا، هذا خاطئ تماما وليس له مجال من المصداقية بتاتا. أشكرك جدا جدا سيد تيمور دويدار محللنا السياسي من روسيا. خليني أخذ على الطرف الآخر ومن الجهة الأخرى في العالم المحلل السياسي ماك شرقاوي من أمريكا، أهلا بيك. أهلا بيك وأهلا بجمهورك الكريم في مصر وكل الوطن العربي. الله يخليك، الله يخليك سيد ماك. كيف ترى هذه الأزمة ومحاولات نزع فتيل هذه الأزمة؟ يعني كنت أتحدث مع السيد تيمور دويدار من روسيا، فإنه الحديث كله هو العودة إلى معاهدة مينسك، إلا إنه يعني كنت أسأل، وهل من الوارد أن يكون على طاولة المفاوضات ولو بشكل غير معلن أيضا قانون كاتسا؟ أنا سمعت طبعا اللي قاله الأستاذ تيمور، وطبعا في مغالطات كثيرة جدا. المشاهد العربي لازم يعرف حقائق الأمور. يعني عندما نتحدث عن ما حدث في 2014، فيكتور يوفانوفيتش اللي هو الرئيس الذي يوالي الروس ويحقق مصالح الروس، كانت هناك اتفاقية مع أوروبا مع أوكرانيا وقفت ضدها روسيا، وقفت ضدها الرئيس فيكتور، وبالتأكيد صار عليه الشعب الأوكراني وهرب إلى موسكو. وده اللي خلى الرئيس بوتين اشتاط غيظا، إنه كان يريد أن يكون موجود هناك حتى
ينفذ يعني الدور المرسوم له من موسكو. فعندما تحررت أوكرانيا من براثن يعني الدمية الروسية يقال عليهم الكاليبيون سبحان الله، من موجودين في إقليم دنباس اللي هم الإقليم الشرقي دونستيك ولوهانس وإقليم القرم، دول حوالي 10 مليون من الأوكرانيين من حوالي يعني 40 مليون أوكراني، و 50% منهم وأكثر موالين لأوكرانيا أوكرانيين، ويعني حوالي 45% موالين للروس من العرق الروسي. 70% منهم قد يتحدثوا الروسية في هذا الإقليم، ولكن هم طلبوا أنهم يبقوا موجودين مع أوكرانيا ورفضوا الانضمام إلى روسيا أكثر من مرة. لكن التصويت يعني في القرم كان يصب في الصالح الروسي. القرم فقط يبقى ما بتكلم معنا، القرم ده جزء صغير قوي من إقليم الشرقي اللي هو دونباس اللي هو اللي فيه النهاردة عايزين ينفصلوا وعايزين يحققوا تقرير حق المصير، طبعا بدعم من روسيا غير محدود وقوات روسيا. هناك اقليمين طالبين الانفصال، وان كانوا حتى حازوا بالضبط، وهم دول اللي خدوا ان كان اعتراف فردي من روسيا الاتحاديه فقط باعتبارهم جمهوريات منفصله. حتى النهارده مفيش اعتراف لمجلس الدوما بيطالب الرئيس بوتين بالاعتراف، ولكن هو لو اعترف بيهم جمهوريات مستقلة يبقى وكده هو بيسقط تماما اتفاق منسك اللي تم في بيلاروسيا في يعني في 2014، وهو ده الاتفاق الذي يوقف به اطلاق النار ما بين الجيش الاوكراني وما بين الانفصاليين المدعومين من روسيا. واللي النهارده روسيا حاجزة وفقا لتصريحات السيد اوستن وزير الدفاع الامريكي النهارده 150 الف موجودين على الحدود، وقال الوزير اوستن ان يتقدموا إلى الأمام ويعززوا من المؤن ومن المعدات ومن احتياطيات الدم، وأنا كجندي سابق ما فيش حد بيفكر في الانسحاب وبيعمل هذه الإجراءات، هذا التفكير إلى إجراء العمليات العسكرية أو الهجوم. ثم الشيء الآخر الثاني، النهاردة كان الوزير بلينكين في مجلس الأمن وشرح بالتفصيل قدام مجلس الأمن الخطة المتوقعة من الروس ان هم يستخدموا القصف اللي تم النهارده من الانفصاليين الموالين لروسيا على اوكرانيا، وهم بيدعوا ان كييف هي اللي بتقصفهم، وهناك خروقات لاطلاق وقف النار وقف اطلاق النار ما بينهم وفق اتفاقية مينسك، وده ممكن يكون ده الذريعة اللي روسيا تقول انا هحمي اقليم دنباس ودونستيك ولوهانسك، وان في تطهير عرقي وممكن يبقى في تمثيليه تتعمل لاستخدام اسلحه كيماويه او استخدام اسلحه محرمه حتى يكون ذريعه للدخول الروسي. طيب روسيا عايزه ايه؟ روسيا النهارده بتطلب طلب جديد من الولايات المتحده الامريكيه بان تسحب من الولايات المتحده الامريكيه مش حلف الناتو، امريكا تسحب قواتها من شرق ووسط اوروبا ودول البلقان. طيب الولايات المتحده الامريكيه تشارك في حلف الناتو بتقريبا 25% من قوه الحلف العسكريه والسياسيه والماليه، يعني القوات الامريكيه الموجوده موجوده وفقا لشرعيه لقوات حلف الناتو المتواجد في دول حلف الناتو. فالولايات المتحده الامريكيه موجوده وجود شرعي. النهارده الطلبات بدات تزيد سقف الطلبات من الرئيس بوتين، بالتاكيد امريكا رافضه هذا الكلام وتطالب بسحب القوات تماما من على الحدود ورجوعها الى السكنات، ثم ترسل موسكو المفاوضين للجلوس على طاوله المفاوضات. انا قلت تصريح في بدايه الازمه ان الرئيس بوتين قد وضع المسدس على طاوله المفاوضات، يعني كيف تتفاوض وانت تحشد 150 الف جندي لاجتياح دوله اوكرانيا؟ اعتقد ان يعني الامور بتتصاعد. النهارده في تصريح من امين عام حلف الناتو في منتهى الجدية قال سوف ندعم الجيش الأوكراني حال اجتياح روسيا لأوكرانيا ماديا وعسكريا، ودي أول مرة تتقال الدعم العسكري من حزب الناتو. ده من حزب الناتو بيقول سوف ندعم كييف ماديا وبالسلاح وبالعتاد. نشر قوات حزب الناتو الفترة الأخيرة وقوات هجومية لحزب الناتو ده بالتأكيد بيؤجج الموقف هناك. طب بس هنا 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 سيد ماك، الحلف هيفعل قواته ولا يقدم الدعم من خلال العتاد العسكري وأيضا الدعم المالي؟
يعني هل هيتم تفعيل قوات على الأرض الأراضي الأوكرانية في مواجهة روسيا إن حدث في الأمر يعني إشعال للحرب؟ النهاردة تصريح صريح من أمين عام حلف الناتو قال سوف ندعم الجيش الأوكراني ماديا وعسكريا. عسكريا تحتمل الوجود العسكري، حضرتك عارف عسكريا تحتمل الوجود الفعلي وتحتمل فقط السلاح والعتاد، وتحتمل ايضا الغطاء الجوي، تحتمل ايضا القصف المدفعي. يعني ما الدعم العسكري طب مش بس ان ترسل قوات مش على الارض، مش بتعتقد 25000؟ طب ما هو نفس القصه، وصححني لو انا غلطان، 300000 مواطن جاهزين يبقوا مقاتلين. فكره الستات الاوكرانيات وهي ماسكه السلاح النهارده، في 325000 اوكراني واوكرانيه مسلحين النهارده للدفاع عن بلدهم اذا تم اجتياحهم من روسيا. طيب احنا دايما بنتخيل ان روسيا عندها حق. لا لا، احنا هنا مش بنناقش مين عنده حق بصراحه، لو بتسالني انا هقول لك انا لا اريد حرب على الارض اطلاقا، مش بحاله طوبويه يعني. انا فاهم تيمور بس استفزني باللي بيقوله ده، ويمكن لو لسه تيمور ديدار معانا يعني يا ريت يبقى يدخل برضه معانا في هذه المناقشه، اتمنى يعني. لكن انا هنا يجي سؤال يا سيد ماك، او سؤالين تحديدا. السؤال الاول زي ما نقول كده دايما في جمله كثيره استخدام ما اشبه اليوم بالبارحه، نيكيتا خروتشوف وفيدل كاسترو 62 على سبيل المثال، وازمه الصواريخ الكوبيه ادت في الاخر خالص انه كندي سحب القوات والعتاد من تركيا في مقابل عدم وجود او برضه سحب الصواريخ الروسيه من كوبا. لم يعلن ذلك انذاك، وانما اعلن لاحقا بعد سنين يعني. وبالتالي احنا كنا على وشك حرب ما بين موسكو وواشنطن في هذه المرحله في 62. 22 الكل يتحدث عن حرب، إلا أنه هل من الوارد أنه أيضا يتم نزع هذا الفتيل بتاع هذه الحرب اللي نرجو أنها لا تحدث على الإطلاق، ولكن باتفاقات قد يكون بعضها غير معلن؟ وارد طبعا أنه يتم نفس السيناريو يعني 1962 وأزمة الصواريخ الكوبية يعني في هذا الوقت، ولكن الأمر مختلف هنا. لأن روسيا أرسلت يعني قواعد لصواريخ نوويه على حدود الولايات المتحده الامريكيه، يعني قبالت مياني في الولايات المتحده الامريكيه. ما هو برضه لو اوكرانيا بقت جوه الناتو، لو اوكرانيا بقت جوه الناتو، خليني ابقى اقول لك بامانه، ما هو ده معناه ان امريكا بقت على حدود روسيا. هي مش فارقه. طب امريكا مش على حدود روسيا، طب ما حضرتك لو بصينا على الخريطه هنلاقي لاتفيا ولتوانيا واستونيا وبولندا صح. كلهم على الحدود فيما عدا بيلاروسيا، يعني تبقى بيلاروسيا القلعه الوحيده الباقيه يعني. يعني لو اطلق صاروخ من بولندا او اطلق صاروخ من استونيا او لاتفيا على موسكو نفس المسافه من اوكرانيا. يعني اوكرانيا يعني لها وضع خاص. ليه؟ هقول لك لها وضع خاص ليه. افتكر معايا في 1991 اما انهار الاتحاد السوفيتي، اقليم الدنباس كان يتبع لروسيا. اقليم دنباس اللي هو الشرق النهارده كان يتبع لروسيا، وطالبوا الانضمام الاوكراني، هم اللي طلبوا وانضموا الاوكراني. طبعا روسيا مش قادره تنسى الموقف ده وتريد استعاده اقليم دنباس باي شيء، لان بالتاكيد لها استراتيجيه عسكريه، والمياه الموجوده امامها هي المياه الضحله، المياه الموجوده في البحر الاسود من المنطقه الاخرى من اقليم دنباس مياه عميقه، وبالتاكيد تزيد السيطره من خلال يعني وضع القوات ونشر القوات الروسية في هذا المكان. وما بالتأكيد ده تخوفه من دخول أوكرانيا ودخول كمان جورجيا خلي بالك إلى حلف الناتو. طيب السؤال، هل مفيش قوات لحلف الناتو على الحدود الروسية في لاتفيا وأستونيا وبولندا؟ موجود القوات، وهل لا يوجد نشر القوات والصواريخ المتوسطة والصواريخ القصيرة بعد ما انتهت ستارت واحد وستارت اثنين اللي روسيا أفشلت المفاوضات فيها مع ترامب، وفعلا في نشر صواريخ النهارده موجود على الحدود في دوله بلقان؟ طيب التهديدات موجوده. خليني ولكن هستأذنك في انه معنا ايضا على الطرف الاخر سيد تيمور دويدار. اهلا بيك مره تانية سيد تيمور، والحقيقه احنا يعني انا كنت مصر انك تكون حاضر معنا هذه المناقشه مع السيد ماك شرقاوي، فهو يرى انه لا حق لروسيا اطلاقا فيما تفعله بخصوص اوكرانيا، ويمكن حضرتك سمعت الجانب الاخر او الجانب الاخير ايضا من الحديث، وهنا ارجع لك في رايك مره تانية. ما
ارساله للسيد شرقاوي. للاسف الشديد هذه المره الصوت رديء للغايه، لا اسمعكم جيدا. لم اسمع الوش للاسف فيما قاله السيد شرقاوي، لكن ما ذكرته سيادتك بخصوص لا يحق لروسيا، نعم لروسيا لا يحق، يعني من يعني قانونا لا يحق، لكن انا اتحدث صوت مروع. طب احنا هنحاول نعود الاتصال مره تانية. اشكرك سيد تيمور دويدار، وهنعاود الاتصال مره تانية. سيد ماك شرقاوي معاك، حضرتك توقفنا عند كلمة ولكن. أنا مستني سؤالك اللي أنت سألته، اللي هو قانون كاتسا. أيوه. واخد بال سعادتك، قانون كاتسا ده وفقا لاستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية أخذتها في 2018 والقانون ده طبعا 2017، اللي هي الاتجاه شرقا حتى تواجه الولايات المتحدة الأمريكية أعداء الأصليين روسيا أصلا. وناس فسرت ان امريكا بتخرج من الشرق الاوسط عشان تطبق هذا الامر، اعتقد امريكا لم تخرج من الشرق الاوسط ولن تخرج من الشرق الاوسط، ولكن وضح ان العقوبات سلاح ناجع، وهذا القانون اسمه قانون مكافحه اعداء الولايات المتحده الامريكيه من خلال العقوبات واختصاره كاتسا، وهو بيطبق على كوريا الشماليه وروسيا وايران، وبيعاقب الدول اللي بتتعاقد على سلاح من روسيا في هذا الامر. وروسيا بتخرج بره الموضوع انها بتبيع السلاح الروسي من خلال بيلاروسيا ومن خلال دول اخرى، يعني بتدور في فلك الروس. ولكن بالتاكيد اثر على روسيا تاثير غير عادي. طبعا. روسيا كانت نمره 8 اقتصاد يوسف بي، كانت نمره 8، كانت حتى مجموعه اسمها مجموعه الثمانيه. بقت مجموعه السبعه بعد ما تم استبعاد روسيا، بعد ما اغتصبت القرم، وبعد 2014 تم عقاب روسيا واخراجها من مجموعه الثمانيه، واصبحت النهارده مجموعه السبعه. النهارده روسيا كام؟ النهارده 11 روسيا. يعني بالتاكيد اثرت العقوبات واتت اكلها في تقليص وانكماش الاقتصاد الروسي، ده ما حدش يقدر ينكره. والنهارده العقوبات اللي ممكن تطبق عليه لو تم فعلا تنفيذ التهديد بالاجتياح ممكن تكون كارثيه للاقتصاد الروسي. اعتقد انه لن يتم الاجتياح، واعتقد لن يتم التراجع عن قانون كاتسا. قانون كاتسا قانون صدر باغلبيه لا تسمح لاي رئيس امريكي انه يعمل فيتو عليه. يعني اكثر من 98% من مجلس الشيوخ صوت لهذا القانون، واكثر من 97% من مجلس النواب صوت لهذا القانون. ده بيجهض اي رئيس امريكي ايا كانت ميوله، حتى ترامب رفض فشل ان هو يعترض على هذا. تتوقع سيد ماك انه فلاديمير بوتين مستعد لانه يستسلم لهذا الخنق الاقتصادي لروسيا؟ يعني في النهايه روسيا 70% من حجم وارداتها هي غاز بترول سلاح، مع هذا القانون فروسيا تخنق اقتصاديا، تتوقع انه بوتين يستسلم لمثل هذا الخنق؟ لا اعتقد انه هيستسلم، هو طبعا هو فايت باك، ولكن هو برضه من الذكاء ان هو عندما يستخدم سلاح التهديد هو يعني بدا ياخذ بعض المكاسب، لكن لو نفذ التهديد لن يحصل على اي مكاسب بل ستبدا حساب الخسائر، فاعتقد لن يتم اجتياح عسكري. طيب. والسيناريو اللي انا معتقد انه هيتم هو يعني الدعم الداخلي ومحاوله الانقلاب على الرئيس زيلينسكي في اوكرانيا، والاتيان بدمية روسيه اخرى لكي تنفذ مصالح روسيا. اعتقد ان يعني كيف تتحكم في سياده دوله مستقله في ان تنضم او لا تنضم الى حلف. طب خليني هنا هرجع مره ثانيه لسيد تيمور. يعني المحافظه محافظه من محافظات الاتحاد السوفيتي وليست دوله مستقله لها سياده. طيب هرجع في النقطه دي بالتحديد للسيد تيمور دويدار. اهلا بيك مره ثانيه سيد تيمور، ارجو انه يكون الاتصال واضح. اهلا بيك، ارجو يكون الاتصال كده والصوت واضح. ممتاز، اشكرك. طيب. وهل سمعت الكلام اللي قاله سيد ماك شرقاوي ولا احاول الخصه؟ انا نعم مره ربما ثانيه اصادفه ونفس الكلام اسمعه، نعم لا تغيير. يعني
هنا السيد ماك أشار إلى أنه روسيا أولا بالقطع بالتأكيد بتريد عدم وجود أي تدخلات أمريكية فيه على حدودها، وأنه هي تفعل ذلك لإبعاد الأمريكان، وده ما اتفقتم عليه، ولكن يرى أيضا أن روسيا تريد أن تخلق شكل من أشكال الانقلابات المضادة في الداخل الأوكراني والسيطرة على كييف مرة تانية لتكون وكأنها محافظة روسية، ولكن تبدو أمام العالم وكأنها دولة مستقلة ذات سيادة. لا، هي دولة مستقلة لا شك، يعني 30 عام على استقلالها، ما ومحترمة للغاية من قبل روسيا الاتحادية. إنما لن تسمع روسيا بتحدي ما يسمى الأمن القومي الروسي، ولن تسمح للولايات المتحدة بعد يعني من أي تحرك أكثر من ما هو حصل تجاه الحدود الروسية. فإن كانت أوكرانيا، إن كان أوزبكستان، إن كان أي، إن كان جورجيا، أي دولة قريبة وعلى الحدود مع روسيا الاتحادية، لن يكون هناك حلف الأطلسي، ولن يكون هناك هيمنة لحلف الأطلسي. المفاوضات سوف تستمر، والضغط بإظهار القوة العسكرية سوف يستمر أيضا على الأوروبيين. الأوروبيين يدركون تماما أن الولايات المتحدة والإدارة الحالية تلفت أنظارها إلى الصين، وتحاول حشد الأوروبيين وكافة الحلفاء ضد الصين، ولا تحاول حتى كسب روسيا في صفها لأنها مستمرة في إخلاق المشاكل. فلذلك باختصار شديد، نفذت كل الوسائل الدبلوماسية، سوف يتم التعامل بحراك عسكري. الحراك العسكري ليس معناه غزو دول أو بلدان، إنما ربما الحراك العسكري في الغالب سوف يكون نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أماكن حيوية تهدد الأمن الأوروبي، ولا نريد ذلك. ونتحدث مع الأوروبيين، بالتحديد مع فرنسا، ألمانيا، من هي أوروبا القديمة يعني، عن التعاون البراغماتي الذي هو متواجد بيننا منذ قرون، بنأخذ في الاعتبار الخلافات والحروب التي كنا مرنا بها. لكن ما يسمى أوكرانيا وتلك الزوبعة التي اختلقها الاستابليشمنت السياسي الأمريكي وأخذته وسائل الإعلام الغربية ونهضت به، كله صراحة لا يؤثر في موسكو ولا الكريملين ولا فينا. ثم أحب أن أذكركم أن نحن والأوكران شعب واحد، وأنا نص أوكراني ونص روسي، نتفهم تماما العقلية، ونحترم الأوكران في اتجاههم بالتقدم والنهوض ربما مع الاتحاد الأوروبي، أهلا وسهلا، دون أن تشكل أي تهديد ضرر أو تهديد. شكرا شكرا سيدي، تهديد لروسيا الاتحادية فقط لا غير. أنا أولا أشكركم جدا 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 سيد ماك شرقاوي، أيضا سيد تنمور دويدار، خدنا من وقتكم كتير أنا عارف، بس فعلا احنا كنا محتاجين هذا التحليل، وأعتقد أنه أن الأوان أن أنا أبقى يعني وسيط الحل ما بين موسكو وواشنطن بالطريقة دي، يعني يمكن بعد هذا القدر. على كل، فعلا الموضوع شديد الأهمية، بالمناسبة اللي بس عايز أشرحه لأي مواطن ممكن من سادتنا المواطنين المشاهدين والمشاهدات اللي بيشوفوا، اوعى تفتكر انه القصة دي بعيدة عن مصالحنا العربية والإفريقية او مصالحنا في البحر المتوسط. لا قدر الله، لا قدر الله، لا قدر الله لو قامت حرب، دي مشكلة. كويس، فكل التمني بانه الامور تهدأ وانه كل الاطراف تصل الى اتفاق. تاني، مصر بالنسبة لها اوكرانيا دولة صديقة،
بالنسبة لها روسيا دولة صديقة، بالنسبة لها أمريكا دولة صديقة، بالنسبة لها الاتحاد الأوروبي اتحاد صديق إلى آخره. لكن كل أي إنسان طبيعي يتمنى إيه؟ لا حرب. خلوني من مسألة لا حرب إلى تستمر دائما تألقات مو صلاح مو صلاح مو صلاح. صلاح بيواصل التألق في الملاعب الأوروبية والصحف العالمية بتتغنى بالنجم المصري، وده بعد تألقه في مباراة امبارح قدام انتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، أحرز الهدف الثاني في ذهاب دور الستاشر من دوري أبطال أوروبا. صلاح ما شاء الله رفع رصيده لثمان أهداف، انفرد بالمركز الثالث، أصبح على بعد يدوب إن شاء الله هم هدفين ويبقى متصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا. وفي نهاية اللقاء لبى النجم المصري مو صلاح طلب أحد مشجعي انتر ميلان اللي رفع لافتة يافطة صلاح: Can I have your shirt؟ هل من الممكن أن أحصل على فانيلتك أو قميصك الرياضي؟ بتاع انتر ميلان. صلاح ياخد بعضه ويروح عقب نهاية اللقاء اللي جمع الناديين ويدي قميص اللاعب أو فانيلة اللاعب إلى المشجع الانتر ميلاني. إيه الحلاوة دي؟ الحلاوة هنا على الطرفين، مشجع انتر ميلان اللي بيحب صلاح إلى هذا القدر. وبالمناسبة ده أكيد ناصح، لأن ممكن بعد 20-30 سنة يطرح ده في مزاد هيجيب له فلوس قد كده هو. والله فكر فيها كده، اصبر كده ايه 20-15 سنة ويروح رايح ومن. اقول لك انا اتمنى ان صلاح يفضل يلعب يجي 20 سنة، بس في اليوم اللي صلاح هيقرر فيه يبطل الملاعب ويبدأ بقى ينتقل الى صفوف اخرى، ممكن بقى مدير فني، ممكن رجل اعمال شهير، ربنا يا رب يكتب له اللي هو عايزه بالخير. اليوم اللي صلاح هيبطل فيه هذا المشجع الانتر ميلاني هيبيع التيشيرت بتاع صلاح. والله ابقوا فكروني احضر ماتش واقول له برضه مو صلاح كان اي هاف يور ده بقى الاستثمار اللي هنعمله لعيالنا، ان احنا نقف في المدرجات نطلب تيشيرت بتاع صلاح فيديه لنا بقى موقع عليه بخط ايده، يكون التيشيرت اللي لعب بيه في مباراه يكونوا فازوا بيه يعني. بس انا كده عرفت هستثمر في ايه، فانيلات صلاح. المهم الجانب الاخر الرائع في الموضوع صلاح نفسه، ذكاء محمد صلاح، شطارة محمد صلاح، روح محمد صلاح الحلوة والوثابة دائما ناحية كل ما هو فعل جميل. الحقيقة ما شاء الله عليه، حتة واد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وبالمناسبة ما تركزوش في فلوس محمد صلاح وعقوده سايق عليكم النبي. صلاح ما بيسرقش فلوس من حد، ما بياخدش فلوس من جيب حد، سيبوا الراجل يشتغل ويرزق، سيبوه في حاله. ليه طول الوقت الناس تقعد تقول لك ايه انت عارف العقد بتاعه بكام، انت عارف بيفاوضوا معاه على كام؟ بالمناسبة يعني اي رقم سيادتك بتسمعه صلاح بيدفع منه 45% ضرائب. والله العظيم الشريحة الأعلى في المملكة المملكة المتحدة في بريطانيا 45%، فالرقم اللي انت بتسمعه بيرسع النص ده أولا. طب ما صلاح واخد إعفاء ضريبي يا عم مثلا، انت مالك؟ عارف لو كل واحد فينا يركز في لقمة عيشه الدنيا تمشي تمام. تعال بقى كده نشوف صلاح عمل ايه في أوروبا بالأرقام بعيدا عن الفلوس. يصخوض صلاح 50 مباراة في دوري الأبطال، سجل خلالهم قد إيه؟ 33 هدف وتسعة أسيست، ولعب 2 نهائي وحقق اللقب مرة. تاتش وود يا أبو الصلح. الهدف الأخير في انتر ميلان كان تامن هدف ليه على التوالي بره ملعبه في دوري الأبطال، وأعلى رقم لرونالدو كان إيه بقى؟ كان 12. يعني هانت صلح انا عايز 13، بلاش 13 دي 14. والله كان 12 هدف، والثمان دول اربعه منهم كانوا ريال مدريد، الثمانيه دول كانوا ريال مدريد
وده بتوع صلاح يعني، كانوا ريال مدريد وكانوا اتلتيكو مدريد وكانوا ميلان وكانوا انتر ميلان. دول الثمان اهداف بتوع ابو الصلح. صلاح بقى كسر ارقام رونالدو في البريمير ليج. ازاي ده اللي حصل؟ توفيق ربك ومجهود الراجل. حالف باذن الله انه يكسر ارقامه في دوري ابطال اوروبا، قدها وقدود. تاني بقى اقول لك، صلاح هو تاني لاعب في التاريخ يسجل في مرمى انتر ميلان وميلان في موسم واحد، بالمناسبه في دوري ابطال اوروبا وفي ملاعبهم عندهم على ارضهم في بيتهم. عشان كده الصحافه عملت ايه بقى؟ الصحافه الانجليزيه سموه سان سيرو هيرو، بطل السان سيرو حقيقي، ريكورد بريكر، محطم الارقام القياسيه. يعني امال هيسموه ايه؟ الراجل اصبح عمليا بياخد كل الالقاب، صح؟ نفسنا ناخد كل الالقاب دي يعني. طب انا ممكن يسموني ايه؟ راجل بركه. ما شاء الله بصراحه. مو صلاح حاجه تفرح، حاجه تشرف. عارف ليه؟ علشان هذا الشاب الجميل الرائع شايف شغله كويس، وفي نفس الوقت هادي جدا، محترم جدا، قليل الكلام جدا، طول الوقت بيشوف شغله، طول الوقت روحه حلوة ولطيفة وظريفة، طول الوقت مش مشغول بشيء غير شغله وعيلته، عيلته وشغله، شغله وعيلته، عيلته وشغله. شفت منه حاجة تانية؟ لا. سمعت عنه حاجة وحشة لا سمح الله؟ أبدا. شفت منه تصرف سخيف؟ أبدا. الله ينور. الأحلى والأحلى واللي كنا بنتكلم فيه أنا وزميلي وصديقي العزيز مصطفى حمدي، مصطفى ابنه ناشئ كورة كده شطور ما شاء الله عليه. ابنك اسمه مصطفى؟ عايزين ننشر الولد، حلمه يبقى مو صلاح. مصطفى كان بيقول لي إيه بقى؟ قال لي من أحلى الحاجات إنه محمد صلاح رفع سقف طموحات الولاد الصغيرين اللي غاويين كورة لحتة بعيدة خالص. مش بقى انه بلعب وانا صغير بلعب في المقاولين فامل حياتي ان انا بعد كده هلعب في الاهلي او في الزمالك او اروح احترف لي موسم او اتنين او تلاتة، لا. موسم العيال الصغيرة دلوقتي، موسم قال حلم العيال الصغيرة دلوقتي، طموح العيال الصغيرة دلوقتي مو صلاح، احنا عالميين، احنا دوليين. كده بقى مصر هتلاقيها بتصدر رياضيين. يا سلام سلم لما نعمل ده في كل الرياضات. مشروع صناعة البطل هفضل اتكلم عنه بإذن الله لحد ما الاقيه واقع قدامي. صناعة مليون بطل رياضي مصري في مختلف الرياضات مش بس في الكورة. خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. خلونا نرحب بحضراتكم مرة تانية، وخلونا نرجع نكمل الكلام حول القمة أو قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي المنعقدة في بروكسل. زي ما طبعا حضراتكم عارفين فخامة الرئيس يشارك في هذه القمة أيضا على مائدتها المستديرة، وكان له في المائدة المستديرة كلمة أيضا أو طرح. خلونا نقرأ مع بعض البيان بالمناسبة كما صدر رسميا. ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المائدة المستديرة حول تغير المناخ، والتي انعقدت في إطار أعمال القمة السادسة للمشاركة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل. وقد أكد السيد الرئيس خلال المائدة المستديرة أن استضافة مصر لقمة المناخ العالمية القادمة في نوفمبر 2022 تأتي بالنظر إلى إدراك مصر لخطورة التحدي الذي تمثله ظاهرة تغير المناخ، مشيرا سيادته إلى أن مصر ستسعى إلى خروج القمة بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ لرفع طموح عمل المناخ بكافة مكوناته، سواء على صعيد خفض الانبعاثات أو التكيف، وذلك للبناء على النتائج الإيجابية للمؤتمر السابق في غلاسكو ولتحويل تعهدات المناخ إلى واقع فعلي. ومؤكدا في هذا الإطار أهمية
دعم القارة الإفريقية لمواجهة هذه الأزمة، بما في ذلك عبر توفير تمويل المناخ الميسر والذي يعد حجر الزاوية للجهود القائمة في هذا الإطار. كما شدد السيد الرئيس على أهمية دعم التحول العادل للطاقة في القارة الإفريقية في إطار جهود خفض الانبعاثات الكربونية ودعم التحول الأخضر، مشيرا سيادته في هذا الصدد إلى أهمية المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة التي أطلقها سيادته نيابة عن القارة الإفريقية في 2015 كإطار فعال لحشد الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة، فضلا عن ضرورة حشد التمويل اللازم لتنفيذ العدد الكبير من مشروعات الربط الكهربائي التي توافقت الدول الإفريقية بشأنها ضمن قائمة مشروعات برنامج تنمية البنية التحتية القارية. وأضاف المتحدث الرسمي أن المائدة المستديرة شهدت حوارا مفتوحا بشأن جهود تعزيز الشراكة بين أوروبا وإفريقيا في إطار عمل المناخ الدولي، حيث تم التوافق بشأن أهمية تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة لبلورة رؤية مشتركة لمواجهة تحدي تغير المناخ وصولا إلى قمة شرم الشيخ نهاية العام الجاري. طبعا كده بينتهي البيان، بس زي ما حضراتكم بالتأكيد لاحظتم انه الكلام كان بمنتهى التركيز على التغيرات المناخية وأهمية ده بالنسبة للعالم بشكل عام وأيضا بالنسبة لإفريقيا بشكل خاص، ودعم مصر المستمر للواقع الإفريقي وللتحديات أو مواجهة التحديات في إفريقيا. عايزين بقى نتكلم في ايه؟ نتكلم في فاصل ونرجع بعد الفاصل، نرجع بعد الفاصل مع ضيفنا العزيز كاتبنا الكبير أستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ المصري. انتظرونا. أهلا بكم معنا مرة تانية. خلونا نحاول نعمل قراءة لأهمية القمة الإفريقية الأوروبية في بروكسل وأهمية مشاركة مصر. القمة تقريبا عمرها 22 سنة ولكنها 6 نسخ حتى هذه اللحظة، فخلونا نفعل هذه القراءة وهذا التحليل مع ضيفنا العزيز الكاتب الصحفي الكبير أستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ. منور. اهلا بيك استاذ. ازاي الحال؟ ازاي صح؟ كله تمام؟ فل. ايه هي اهميه هذه القمه؟ اهميتها كبيره جدا لانه افريقيا اوروبا هي اقرب قاره لها، واوروبا دي القاره التي يعني بعض دولها هي القاره اللي احتلتنا ودمرت مواردنا وما زلنا ندفع ثمن هذا الاحتلال لحد دلوقتي. لكن في النهايه العلاقات الدوليه لا تعتمد فقط على الماضي والجراح، والناس بتحاول تستفيد من بعضها البعض. احنا كافريقيا محتاجين اوروبا احتياج كبير جدا، زي ما محتاجين امريكا ومحتاجين الصين وروسيا والدول الكبرى، لانه لا يمكن للقاره الافريقيه بمواردها اللي موجوده دلوقتي وبنوعيه الاداره اللي فيها ونوعيه غالبيه الانظمه اللي موجوده فيها ان هي تمشي بهذه الطريقه وتكمل الطريق، فانت محتاج العالم كله معاك عشان تعيش. فالقمه دي زي ما حضرتك تفضلت، اول نسخه كانت موجوده في مصر اتعملت سنه 2000، اتعمل 6 نسخ لحد دلوقتي، كان اخر واحده فيهم في ابيديجان عاصمه ساحل العاج، والقمه دي كان يفترض ان هي تعقد من سنتين لكن بسبب كورونا، الكورونا اجلت حاجات كتيره كان من ضمنهم هذه القمه. احنا عايزين ايه من احنا افريقيا محتاجين ايه من اوروبا؟ بالظبط. طول الوقت احد اسباب سوء العلاقه او اسباب فشل معظم صيغ العلاقه ان كان يتم اختزالها فقط في الفلوس. ادينا فلوس عشان ننمي ونعمل تنمية. كانت أوروبا للأمانة بتدفع يعني بعض المساعدات النقدية بين الحين والآخر، لكن بما أنه في أحد مشاكل قارة أفريقيا هو الفساد، فالفلوس اللي بتيجي سواء من أوروبا أو من الصين أو من الدول الكبرى للتنمية
جزء كبير جدا منها بسبب غياب الحوكمة والرشادة السياسية وسوء الإدارة وسوء الفساد في معظم الدول الأفريقية مش كلها، فكانت بتهدر بتروح على طبقات من الفاسدين اللي هم بيحكموا أو العناصر الحكم. فبالتالي هذا الفساد أثر كثيرا في فكرة استفادة القارة الأفريقية من المساعدات اللي بتجيلها. ثم انه الدول الاوروبيه، بعض الدول الاوروبيه ايضا، يعني هم مش ملائكه، هو عايز ياخد منك المواد الخام طول الوقت. المواد الخام لما بياخدها من عندك بيرجعها لك مواد كامله الصنع، فبتدفع فيها فلوس كتيره جدا. يعني وانا بقلب وانا بذاكر قبل ما اجي لحضرتك، الرقم ملفت جدا انه الاتحاد الاوروبي صدر لافريقيا ب 140 مليار يورو، وافريقيا صدرت للاتحاد الاوروبي ب 114 مليار. فرقم كبير كويس جدا، بس هو مش كويس للاسف، لان دي مواد خام انت بتاخدها، مش ما بتعملش تصنيع، انت بتطلع المطاط ولا البترول ولا الغاز ولا المعادن ولا اليورانيوم، وهم بياخدوها. والصين بتشارك في ده على فكره، مش الدول الغربيه بس، الصين هي المستثمر الاكبر في في في, في القاره الافريقيه دلوقتي. فبياخدوا منك هذه المواد الخام كلها ويرجعها لك. فبالتالي طول الوقت كان النقاش حوالين ايه؟ جوهر العلاقه، يا اخوانا ساعدونا ان احنا نعمل تصنيع، يبقى في استثمار حقيقي عشان يخلق فرص عمل فالناس تستقر وتشتغل، بدل ما تطلبونا طول الوقت. المطلب الاوروبي الاساسي من الدول الافريقيه وقف الهجره غير الشرعيه، كويس، محدش لا احد يطالب بالهجره غير الشرعيه لان هي بتموت الناس في البحر. طيب عشان الناس ما تهاجرش، ما هو محتاج يبقى فيه امل موجود، لازم يبقى فيه اولا تنظيم للهجره الشرعيه، خد الناس الكويسه اللي بتعمل لها اختبارات يروحوا عندك، بس اعمل استثمار حقيقي، عوض القاره الافريقيه عن سنوات القهر والعبوديه والاستغلال، واعمل تصنيع حقيقي في هذه القاره، فبالتالي يبقى فيه فرص عمل، فالناس ما تخاطرش وتروح. في مشكله اكبر طبعا جت كورونا. كورونا يعني اثرت في العالم كله، بس تاثيرها في افريقيا اكتر. لحد دلوقتي افريقيا نسبه التطعيم اللي فيها لا تزيد عن 11%. فدي مشكله، يعني لولا ستر ربنا ان معظم القاره نسب الاصابات اقل بالمقارنه بدول اخرى. طبعا ليس للرعايه الصحيه ولا التقدم ولا لاسباب لا نعلمها لحد دلوقتي، يعني ربما يكون منها المناخ، التحصينات ضد امراض شائعه في الطب الوقائي ماشي، او طب المناطق الحاره. طبعا في قضايا كتيره جدا واحنا بنتناقش، منها مثلا قضيه المناخ. العالم المتقدم ومنه اوروبا وعدوا الافارقه اكتر من مره بتمويلات مستمره، وكان اخر رقم تم الاتفاق عليه هو 100 مليار دولار عشان تساعد افريقيا في التكيف مع متطلبات محاربة التغير المناخي. هو هي فكرة التغير المناخي باختصار بالنسبة لأفريقيا، ان انت لا تستعمل الوقود الاحفوري مثلا اللي هو الفحم والغاز والبترول، وتبتدي تعتمد على المصادر الطاقة النظيفة التي لا تسبب التلوث. بس هذه المصادر غالية، عشان تستعملها عايز فلوس كتير، عايز تبني بنية تحتية كبيرة جدا عشان تعمل ده. طيب الاوروبا او العالم المتقدم والدول الصناعيه الكبرى وعدت بحاجات ما دفعتهاش. والسيد الرئيس من حوالي كام يوم كان في حدث مهم في المؤتمر بتاع البترول، معرض المؤتمر البترول، كان بيسال سؤال ربما يكون هو سؤال استنكاري، ان هو بيقول هل افريقيا جاهزه وقادره على عمليه التحول في التعامل مع المناخ؟ يعني بهذه البنية التحتية المتدهورة والاضطرابات السياسية والاضطرابات الكثيرة ومشاكل وتداعيات كورونا، هل القارة دي بظروفها الحالية أو معظم دولها قادرة على أن هي تتكيف وتنتقل من عصر من المسببات التي تساعد في التغير المناخي بحيث أنها تتفاعل أكثر مع، إذا كانت أمريكا والصين حتى هذه اللحظة تحارب بضراوة، والهند والدول الصناعيه الكبرى ان هي يعني تتعامل مع الطاقه النظيفه. فانا ظني لا، الا اذا حصلت معجزه. ليه ما حدش عايز يتعامل؟ لا، لان حضرتك لما تكون بتنتج سلعه، الصين بتغزو العالم بسلاحها كلها، بس هي بتنتج لك السلعه، انت بتشتري السلعه الصينيه انها رخيصه. رخيصه لان في جزء منها معتمده على وقود تقليدي جدا، هذا الوقود يسبب تلوث في البيئه او احتباس حراري. عشان تعمل سلعه
يعني صديقه للبيئه هتتكلف فلوس اكتر. فبالتالي اللي بيخسر ترامب، تتذكر انه انسحب من اتفاقيه باريس للمناخ لانه بيقول لك ان انا لو التزمت بيها هيؤثر على الكبار المنتجين الامريكيين وده جمهوره الانتخابي. فبالتالي لا، فليحترق الكوكب بس في مقابل ان هؤلاء التدفقات الماليه تستمر بالنسبه لهم. فالمساله متداخله جدا جدا، بس التحدي بيه اصعب في حاجات كتيره جدا، اهمها مساله المناخ ومسائل كتيره جدا، منها الطاقه والتحول في الطاقه، منها طبعا ازمه الانقلابات العسكريه في القاره عامله مشكله كبيره جدا، في عامل خطير للغايه اسمه الارهاب في افريقيا. النهارده يعني قبل القمه بيومين الرئيس الفرنسي ماكرون كان عامل اجتماع مع يعني دول الساحل والصحراء وغرب افريقيا اللي هم يعني والجوار مالي ماشي، عشان مناقشه القوى الفرنسيه اللي موجوده في اطار عمليه برخان، وفي حاجه تانية اسمها قوه تاكوبا اللي هي التجمع الدولي اللي بيحاول يحارب التطرف في القاره الافريقيه. فرنسا انهت وجودها في، عملت انسحاب منظم بدا بالفعل من عمليه برخان اللي هي كانت مكلفه ب مطاردة المتطرفين في مالي وجوار مالي. طبعا المشكلة انه كان في انقلاب عسكري حصل في باماكو، والمجلس العسكري هناك قال ان احنا مش عايزين القوة دي تستمر. الانسحاب الفرنسي في النهاية ينظر اليه انه سيؤدي الى كارت ابيض للقوى الظلمية اللي هناك ان هي تنتشر اكثر، ان هم المتطرفين دول بيروا ان هذا الانسحاب هزيمه للقوات الفرنسيه وهزيمه للغرب وهزيمه للتدخل. ولمن يلاحظ ما يحدث على الارض في القاره الافريقيه، هناك انتشار للتطرف وقوى التطرف رهيب جدا. البعض يفسر انه بعد تشديد الضربات في العراق في سوريا في غالبيه المنطقه بداوا يجدوا في المناطق الرخوه اللي موجوده في افريقيا ملجأ كويس جدا، بيستغل طبعا الازمات الاقتصاديه والاجتماعيه وممكن ما يبقاش فيه تواجد مسلمين حتى كتير في حتت، بس هو يتدخل مع العوامل دي ويركب الموجه ويهدد الاستقرار والامن. فالقمه في كل امامها تحديات كتيره جدا، لكن كان من الملفت للنظر النهارده قالوا ان التنظيم بتاعها مختلف، ان احنا لن نعتمد على انه كل رئيس دولة من ال 55 دولة افريقية هيقف يخطب او ال 27 دولة اوروبية، هيبقى مسألة يعني صعبة للغاية، حوالي يمكن 80 دولة او اكتر هيقفوا كل واحد لو القى 5 دقائق بس في الخطاب هتبقى فيه مشكلة. فقالوا فكرة الطاولات، 7 طاولات مستديرة للقمة، بحيث ان كل مجموعة بيقعدوا مع بعض يتناقشوا في قضية محورية نقاش غير تقليدي، بحيث ان هو التوصيات ترفع للجلسة الختامية اللي هتتم غدا الجمعة، والخروج بتوصيات عملية عشان يبقى فيه تحرك بدل من الخطب. هل هيبقى فيه تغير حقيقي؟ هل يبقى فيه تغير في آليات التعامل ما بين القارتين وتغيير المنهج اللي احنا مستعملينه طول الوقت، بحيث ان احنا يبقى فيه تعاون حقيقي بآليات حقيقية ومختلفة يؤدي الى تغير؟ يعني اتمنى ذلك، لكن الظروف صعبه للغايه، لان اوروبا ايضا مشغوله يمكن ظلال الازمه الاوكرانيه الروسيه. النهارده قبل القمه ما تبدا الاتحاد الاوروبي كان مجتمع اجتماع قمه عشان يناقش اخر تداعيات الازمه الاوكرانيه. فالامر مش سهل يعني، لكن الملفت الجيد في المساله بالنسبه لنا احنا كمصر انه الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مترأس الجلسة النهاردة الحوارية اللي هي المؤيدة المستديرة، اللي مصر طرح أفكار كتيرة جدا في كل التجمعات اللي حضرتها في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالمناخ تحديدا، لأنه مصر سترأس كما تعلم قمة بالضبط كده في نوفمبر المقبل. والرئيس للأمانة في المؤتمرات الأخيرة يمكن في السنة من أول ما تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي مرورا بالسنتين أو سنة ونص اللي عدوا، لانه تولد جنوب افريقيا بعدين ثم السنغال دلوقتي. سوري جنوب افريقيا ثم الكونغو واخيرا السنغال. وهي فكره انه كيف يمكن للافريقي ان تحصل على حقها الطبيعي في علاقتها مع المجتمع الدولي. ولذلك الرئيس في كل كلماته اللي كان او محادثاته مع الدول الكبرى كان بيتكلم على ان على العالم الغربي المتقدم ان يفي بتعهداته فيما يتعلق بالتمويل الذي وعد به.
الوعود اللي اتقالت لنا وما اتنفذتش كفرقة، انه يساعد في البنية التحتية فيما يتعلق بتمهيد الامور، انك انت تعمل طاقة نظيفة، ماشي، انك انت تبتدي تعمل التحول الرقمي مثلا. دي قضايا جديدة ان احنا ما كناش، مش قضايا. اتفضل سؤال. لا انا خالص خالص انا كنت هقول لك هستأذنك في فاصل، بس انا عايز ارجع بعد الفاصل حول اللي حضرتك اتكلمت فيه، انه السؤال هو علشان الاوروبيين يحققوا تعهداته، هو السؤال هو الاوروبيين فعلا قادرين يشتغلوا بمنطق تحمل مسؤولية ما تم اقترافه في القرن ال17 وال18 وال19 وحتى الربع الثالث من القرن العشرين، سواء اذا كان استعباد او ذبح او تطهير عرقي او استغلال ثروات او سلب او نهب ايا كان، ده واحد. هل هم ده هنا دون نكأ لاي جراح، بس هو انت السبب في اللي حصل في افريقيا، فانت مستعد تتحمل مسؤوليتك بجد ولا مش مستعد؟ ده واحد. اتنين، وماذا دون التمويل؟ يعني ما هو علشان اعرف اطهر افريقيا من الحركات الاسلاميه المتشدده اللي موجود في غرب افريقيا، انا محتاج مساعده، انا عايز مساعده على كل المستويات عشان اعرف اتخلص من هذه الحركات. وجزء من هذه المساعدات ان ما حدش يشتري الذهب اللي بيسلب من مناجم غرب افريقيا وتستغله داعش والحركات الحليفه ليها، ويتم بعد كده تداوله في اسواق عالميه بس بشكل شبه مستتر. فهل هم مستعدين لده ولا ده ولا لا؟ من ناحيه تانيه، احنا الافارقه وبالذات الدول اللي يمكن تكون غير مستقره، احنا بالفعل مستعدين لتعاون حقيقي ولا احنا او هذه الدول، وهي اكيد ما هياش كتيره، لا زالت ايضا تفكر في مصالح ضيقه لبعض النخب الفاسده؟ فاصل ونكمل الكلام. طيب خلونا نجدد ترحيب مرة تانية بضيفنا العزيز كاتبنا الصحفي الكبير أستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق الغراء وعضو مجلس الشيوخ. وكنت بقول هل الجماعة الأوروبيين واعين ومستعدين للتعامل في إطار تحمل مسؤولية ما اقترفه العالم الحر طبقا لتعبيراتهم، يعني أو الأخ المواطن الأبيض العرق أو أخونا الأوروبي، من جرائم في إفريقيا متعلقة سواء إذا كان بالاستعباد وبالقتل وبالنهب وبسرقة الموارد وما إلى ذلك، وحتى الاستغلال فيما بعد استقلال الدول الإفريقية كان يتم استغلال من خلال بعض الأنظمة الفاسدة التي تحكم. هل الأوروبيين مستعدين يساعدوا في مسألة القضاء على التطرف تحديدا الجماعات المتشددة المسلحة اللي في غرب إفريقيا، ولا هتبقى المسألة دايما في إطار أنا هحدف لكم قرشين وتصرفوا؟ يعني كما تعلم العالم ليس جمعية خيرية، لا يدار بمنطق الجمعيات الخيرية. وده مصلحته بالضبط. لا، ما هي مصلحته المصلحة من وجهة نظرك حضرتك وانا ومن يلف لفنا، دي مصلحته ان هو يبقى الامور كويسة والدنيا تمشي عشان نخدم بعض، اللي هو زي المفروض من مصلحة اسرائيل ان الشعب الفلسطيني يبقى هاني ومحترم ومستقل وقاعد في دولة طبيعية. لكن هو يقول لك انا ليه اديهم دولة وانا مش محتاج، ما هم منقسمين ومتفرقين. اسرائيل ستوافق على دولة فلسطينية حينما تشعر ان ثمن احتلالها اكبر من ثمن هذا الاستمرار. وبالمنطق نفسه ده ممكن مثل بعيد شوية بس ممكن نقيس عليه طول الوقت، ما الذي يدفع الاوروبيين او الغرب عموما ان هو تنهض القارة؟ انت عايز موارد وعايز وقف هجرة غير شرعية وعايز عدم تصدير الارهاب، بس لو انا عايز ترويج لمنتجاتك. حلو، اذا انا التجربه ماشيه وانا بدفع ثمن اقل، المنطق الاقتصادي طول الوقت هو منطق يعني، او العالم او معظمهم بيفكر بمنطق اقتصادي. اذا هذه الصيغه ماشيه فكويس، خير وبركه. مش انت عاوز تبيع؟ ايوه، لما لازم يكون في عندي فلوس ابقى زبون. ما بتمشيش بالشكل ده طول الوقت. يعني لو كده العالم هيتحول لعالم مثالي. لكن يعني في جزء من التفكير الغربي ما زال موجود لدلوقتي، الكلام اللي عبر عنه كيبلينج اللي كان بيقول الشرق شرق والغرب غرب ولا يلتقيان. طبعا الصورة اتغيرت وفي عولمة وفي حاجات كتيرة جدا، لكن جزء من هذا التفكير ما زال موجود عند آخرين اللي هم بينظروا إلى القارة الأفريقية بنظرة المحتل أو المستعبد القديم
الذي كان يستعمر القارة ويستعبدها. ماشي. لأنه في نقطة مهمة جدا، هو من الذي يشجع الأنظمة الفاسدة في القارة الأفريقية؟ هم نفسهم، هم نفس الحكومات دي، هو اللي بيمول، هو اللي بيدعم، هو اللي بيعمل، هو اللي بيؤجل انقلابات طبعا كمان. ده في بعضهم مره مرتزق اوروبي كان هو اللي داير يعمل في القاره غرب افريقيا وشرق افريقيا وبالاجر يعني. فالاستعمار الاوروبي ظن ان في ما زال منه جزء موجود، طبعا مش نفس الصوره الفجه والسافره اللي كانت موجوده قبل ذلك، لكن السياسات الاستعماريه، الاستعمار العسكري اختفى الى حد كبير، لكن ما هو الاستعمار الاقتصادي شغال، ومش في اوروبا بس اللي برضه عشان ما نظلمهمش، كله بيشتغل بنفس الذي تغير القبعه، لكن الجسد واحد كما هو. فبالتالي ما حكى جدك مثل ظفرك فتولى انت جميع امرك. انت لما لن يساعدك الغرب او الشرق او اي حد ما لم تساعد نفسك اولا. يعني للامانه برضه عشان لا نحمل شماعه، نعلق كل مشاكلنا على شماعه الاستعمار وهي شماعه حقيقيه. لكن يعني هل هيبقى فيه يعني طبقة فاسدة في عدد كبير من الدول الأفريقية تنهب ثروات بلادها أولا بالتعاون مع بعض الغربيين أو بعض الأجانب، واجه ألوم الغرب ولا ألوم هذه الطبقة الفاسدة؟ واللي بيبقى الضحية الوحيدة ليه هو المواطن أو الشعوب الأفريقية. يعني الحمد لله أنه طبعا إحنا مصر وغالبية دول شمال أفريقيا حالها أفضل كثيرا إلى حد ما. في بقع ضوء كثيرة في أفريقيا زي رواندا، كانت أثيوبيا بدأت تصعد في فترة، لكن الجنون أبي أحمد والحرب الأهلية والقمع اللي حصل في التجري والقسمات رجعتهم سنوات طويلة جدا. ولذلك المشكلة، أحد المشاكل الحقيقية، أن أفريقيا ما زالت قارة هشة جدا فيما يتعلق بالحكم الرشيد. يعني في تقارير كتيرة جدا، طيب أنت عشان تعمل تنمية حقيقية في أفريقيا ما انت محتاج الاول، مش هتعمل تنميه. هو مصر عملت التنميه والتقدم بتاعها ايه؟ الاول كان عندك ارهاب كبير جدا سيطرت عليه وحيدته لحد كبير، عملت بنيه تحتيه الناس كانت بتنتقدها فتره يقول لك الحجر، ما هو انا لازم اعمل الحجر ده، لازم اعمل الطريق والمستشفى والمدرسه والمصنع والميناء، ما دي كلها حجاره بس مش ينفع اعمل البشر قبل ما اعمل ده. فانت عملت ده وبعد كده انتقلت الى عملت برنامج الصحه الاقتصادي، بعدها بدات الاستثمارات تجيلك. هو حد هيجي يبني لك مصنع او استثمار اجنبي وانت ما عندكش لا طاقه ولا كهرباء ولا طريق ولا مطارات ولا طاقه ولا حاجه؟ هل تستطيع القاره الافريقيه انها تنجز ما انجزته مصر مثلا في 7-8 سنين اللي فاتت؟ انا اظن ان الامر صعب جدا، يعني الواحد يتمنى، لانه الامور على المستوى المادي في صعوبات كبيره جدا، في فساد كبير جدا، في التماسك الاجتماعي والسياسي ضعيف. وانت لما تيجي دولة زي اثيوبيا الناس بتتقاتل على الهوية دلوقتي وكل عايز يستقل. شوف اللي بيحصل في غالبية القارة الافريقية، في لسه لحد دلوقتي مفهوم الدولة كدولة ما فيش اتفاق عليه، الناس بترتد الى هويتها الاولى، القبيلة ونص القبيلة وفخذ القبيلة. ما هو ده برضو دي افكار تم الزج بيها في عقول الافارقه، لانه حضرتك ادرى مني، الافارقه لفتره ما وفي مرحله ما كانت ممالك وسلطنات مفهوم. عظيمه طبعا. الغرب حط ايده عليها من هنا، قاعد يفهم الناس انهم مجرد قبائل متناحره طبعا، والحدود، تقسيم الحدود اللي هي فيها الغام كلها. ورغم ذلك حتى لا يبدو الامر سلبيا والقمه تنعقد، لا انا بقول لك ده جانب ما ينفعش تغفله وانت بتناقش الظاهره، وفي نفس الوقت ما ينفعش تستسلم ليه وتقول انه الدنيا سودة لا. زي ما بقول لحضرتك في تجارب كتيره جدا حصلت في افريقيا، وكان في بزوغ واستقرار وبدا حكم رشيد، وشفنا الجائزه اللي كان عاملها الرجل السوداني العظيم للدول الحكم الرشيد فيها، لكن في تحديات كتير. النضج الاوروبي او العقل الاوروبي اللي هو الواعي اللي حضرتك بدات ردا على سؤالك، هل في في جزء في اوروبا يفكر بمنطق ان احنا من مصلحتنا ان افريقيا تبقى مستقره عشان ما يجيلناش الهجره غير الشرعيه وما يجيلناش الارهاب وما يجيلناش بس فترات تانية ما كان فيه دول اوروبيه هي اللي بترعى الارهاب. يعني ما هو يعني زي يعني بالعقل كده، اي لما تقعد تفصل تشوف المسائل على طبيعتها، هو مين اللي رعى؟ طبعا في ظروف مره تانية، هناك ظروف موضوعيه حقيقيه ساعدت على نشاه الارهاب والتطرف في المنطقه، لكن ما كان لها ان تنجح لولا الدعم الخارجي والدعم الاوروبي تحديدا، ان خلوهم يقتلوا بعض، خلوهم
كان الدكتور حامد ربيع زمان الله يرحمه بيقول ان اوروبا يعني يئست من القاره الافريقيه وشايفه انه ينبغي ان احنا نبيد العنصر ده بامراض او بيئه بحاجات عشان نتخلص منهم ومن همومهم، رغم ان هم سبب همومنا او السبب الرئيسي. رغم ان هم السبب. فقصدي انه يعني علينا ان نحن نضغط على الاوروبيين ونستعمل طول الوقت الخطاب الاقتصادي والسياسي والاخلاقي احنا انه من اجل سلامتكم ومن اجل مصلحتكم افريقيا لابد ان تكون مستقره، يتنقل لها لقاحات جيده، يتعمل فيه بنيه تحتيه، يبقى فيه استثمار مشترك حتى بمنطق ان انتم تستفيدوا منه. يا سيدي ما هو اصل كل انا مستغرب بصراحه، ما كل ده لما يحصل محدش هيطلب منك مساعدات تاني، يعني خلاص انا مش قادر افهم بصراحه. وعندهم تجربه قدامهم حصلت في مصر، الم تكن هذه التجربه ناجحه؟ قيس عليها واشتغل، شيء منتهى الغرابه. الوقت جري ودي حاجه مؤلمه، وقعدتك ما يتشبعش منها بجد والله العظيم. الف شكر ليك استاذ عماد الدين حسين كاتبنا الصحفي الكبير ورئيس تحرير جريده الشروق وعضو مجلس الشيوخ، نورنا وشرفنا في هذا اليوم وحلقه الخميس من برنامجكم التاسعه. لو كان لنا العمر اجي لكم بقى انا يوم السبت. سلامات.